ستار زي حضرتك. الله يخليك. عامل ايه؟ تمام. يعني سمعت معانا باشمهندس حسام، يعني ايه اللي لفت انتباهك اولا كده؟ اولا فكره تعدد شركات الانتاج. صحيح ان في فلسفه واحده، يعني هو فكره وجود شركه زي المتحده تبقى هي يعني هي مظلة. العنوان او المظله. انما ده لا يعني ان شركات الانتاج زي ما قال المهندس صلاح ان هم المهندس حسام ان هم تسع شركات والباب مفتوح لاخرين كمان يعني. فهنا معناها في تعدديه في التوجه لكن تحت عنوان واضح. عشان خاطر هو ايه الفكره؟ بانه كان في لحظه ما كنا بنجد اعمال دراميه بتتعمل وفضائيات بتعرض، وبعدين اعمال نفس اعمال الدراميه دي عليها خلافات. ما بياخدوش اجورهم. صحيح. في مشاكل الفضائيات نفسها جزء منها عنده تعثر، فكانت المنظومه ما يديش المستحقات. المنظومه كان كلها خلل، ناحيه تنظيميه. فكان لازم يبقى في كده تنظيم عام. ده لا يلغي او لا يمنع التنوع. تمام. انه بعد كده يبقى في تنوع، وده الموجود، لانه طبعا عدد كبير من الشركات موجوده معناها انه رؤى متعدده وافكار متعدده ومظله واحده. طيب التنوع كمان الاعمال نفسها ما بين كوميدي واكشن ووطني وغيره، برضو يعني ان انا كمشاهد الاقي قدامي الترابيزه مليانه زي ما بقول كده، يعني ملذ وطاب. أيوة. دي برضو اهميتها ايه؟ طبعا اولا الجمهور، بالمناسبه ما نقدرش نقول ان في حد جاي عشان فقط مسلسل كوميدي او جاي عشان فقط مسلسل اجتماعي. لا، المسلسل بقوته وقدرته على الجذب هو اللي بيخليك تحب النوع، مش النوع هو اللي بيخليك تحب المسلسل. بدليل انه من كام سنه مثلا اتعملت اعمال كوميديه كان ما لهاش علاقه بالكوميديا، يعني كان اسمها كوميديا لكن ما فيش كوميديا. لما اتعمل مسلسل كوميدي جميل زي ميت وش الناس حبته. صحيح. وهكذا، يعني عايز اقول انه العمل نفسه الناس ما بتروحش للنوع. لا. طبعا في تحديات كتيره، وانا بتصور انه اهم تحدي الاختيار الجزء الثالث. هقول لك ليه. يبدو يعني من نظريا انه طالما انا نجحت نجاح طاغي تبقى المساله سهله. بالعكس، النجاح يعني الجزء الاول نجح نجاح كبير، الجزء الثاني نجح اكتر من الاول. وده بيجعل العاملين يعني هاني سرحان الكاتب وبيتر ميم المخرج في لازم يفكر لازم اعلي المره الجايه في الجزء الثالث. لازم يبقى نجاح الجماهير الضخم، وما كانش مصريا بس عربيا بالمناسبه، على المستوى العربي الاختيار الجزء الاول والجزء الثاني عملوا نجاح ضخم كويس، والثاني كان اعلى. التحدي يبقى في الثالث، لانك لازم تعلي اكتر. طبعا انا شايف العناصر جميله، الممثلين طبعا اربع نجوم مره واحده. دي برضو حاجه مهمه قوي اتكلمت عليها مع باشمهندس حسام، فكره اكتر من نجم وبطوله جماعيه، وان انا ابقى قاعده شايفه فلان وفلان اقول لك ده عمل تقيل، ان كل دول داخلين فيه. بس الاساس الممثل. بمعنى يعني السنه اللي فاتت في الاختيار اثنين كان عندك اثنين نجوم بس، هم الحقيقه ممثلين عتاوله طبعا، كريم وميكي كويس، واختيارهم كان لانهم ممثلين مش لانهم نجوم. يعني الاختيار لكل الممثل اللي ربنا بقى اداله نجوميه اللي هي قدره على الجذب، ده حاجه ثانيه. فانا واثق يعني الاسماء اللي احنا اللي هي لا، وفي اسماء دخلت يا استاذ طارق ضيوف شرف وهم نجوم يعني في لقطات دقيقتين ثلاثه. طبعا شفنا حلمي مثلا كان طلع في حته كده يعني، وغيرهم وغيرهم. دي بتبقى طبعا نوع من الاحساس الوطني كمان داخل فيها. لكن مؤكد انك لما تقول عندي في السقا وفي كريم وفي عز وفي ياسر جلال، اربع اسماء نجوم في عمل واحد، انا واثق ان هم الاختيار اساسا لانهم ممثلين. النجوميه تضفي بريقا وهجا جذبا. ده موضوع اضافي للموضوع.